السلام عليكم مشاهدي وزوار موقع ناظور سيتي، مرحبا بكم. اليوم غنهضر بالعربيه باعتبار ان الضيف ديالنا في هذه الحلقه كيهضر العربيه والمنطقه الشرقيه وجده، ولكن مقيم بالديار الهولنديه بالضبط في مدينه امستردام. مدير او لا رئيس ديال الجمعيه ديال المدرسه ديال كره القدم، عندها تخصص في المواهب ديال حراس المرمى. انت كاسميتها في امستردام. اولا سي فريد محروق، السميه ديالك هذه، مرحبا بك في ناظور سيتي. الله يحفظك خويا، بارك الله فيك. بارك الله فيك. كتواجدوا في الناظور، بغي نقول على ان اسباب ديال هذا الحوار ولا هذا اللقاء هذا ديال هذا الضيف في هذه الملاعب القرب في على ضفاف بحيره مارتشيكا في كورنيش ديال الناظور، من بعد ما كانت عندكم واحد الجوله فالنسيا اسبانيا، دابا عندهم واحد 3 ايام في الناظور، من بعد غيمشيو كذلك عندهم واحد 5 ايام في طنجه. سي فريد اشرح لنا بعدا، قربنا، انت عندك بزاف ديال الدراري مغاربه مقيمين في هولندا بالضبط في امستردام اللي حراس المرمى. فريد محروق، فوقاش اسستي هذه المدرسه؟ شنو هما الحراس اللي دازوا عندك في المدرسه؟ وشنو هما لي زوبجيكتيف اولا الاهداف ديالك في المستقبل؟ في 2018 اخر 2018 بديت المدرسه ديالي باش ندرب حارس مرمى. نعم. عندنا بزاف مغاربه يعني حتى هولنديين، هولندا كامله كيجيو من امستردام، يوتريخ، دنهاخ، دنهالدر، المهم 100 كيلومتر 150 كيلومتر كيجيو يترين واحد الساعه في امستردام. وعندنا الدراري من 7 سنين حتى 18 عام. فاش بديتي هذه المدرسه بعد سي فريد؟ في ديسمبر 2018. دابا تقريبا 6 سنين عندك. بديت درك الحمد لله تقريبا 21 حارس مرمى اللي مشى للفرق الكبار في هولندا. قولهم لينا الا كانوا بالسميات مغاربه وما ولا هولندي. عندنا مغاربه وعندنا هولنديين مخلطه. 21 تقريبا، شحال في هذه المغاربه سي فريد؟ فيهم ثلاثه ديال المغاربه اللي طلعوا. ممتاز. زين، شنو هما الفراقين اللي مشاو ليهم؟ عندنا اف سي اوترخت فارس كرام، عندنا كريم باكني في ازيت الكمار، وعندنا في هذا الوقت الدري اللي غادي يمشي عنده في طنجه هدايف الساحساح اللي كيتبعوا ازيت بيس في اياكس فانورت، كيدير ستاج. الدراري اللي كيلعبوا في اياكس بيس في فانورت، المير سيتي، تاسر، من الفرق الكبار في امستردام وفي هولندا كامله. كل هادو ديال انتيكا ديال المدرسه كلشي هادو بداو عندي، دار مجهود ديالهم، راه مجهود ديالهم ومجهود ديالي، راه ماشي غير انت كنتي حارس مرمى بعدا سي فريد؟ انا ما طولتش بزاف في الحارس مرمى، فاش كان عندي 16 عام تبليسيت وريت، لعبت مع اسامه السعيدي في الفرقه. هضرنا على لي غارديان ولا الحراس اللي خرجوا من المدرسه ديال انتيكا في امستردام في هولندا مغاربه، على يد الاستاذ ولا المؤطر الاطار المقتدي سي فريد محروق اللي راهم في المنتخب دابا، قولهم لي. اللي عندي درك راه فارس كرم كيلعب تحت 16 عام، كيلعب في اف سي اوترخت، هو بدا عندي كان في فرقه ازدازات، فرقه صغيره في امستردام، بدا وطلع في اف سي اوترخت، دار المجهود ديالو. بدا عندك صغير؟ بدا عندي فاش كان عنده 12 عام. هذا حارس ديال المنتخب الوطني المغربي اقل من 16 سنه باش نشوفها. طيب، فوقاش جا ليكيب ناسيونال ولا سي فريد؟ فاش كانت عنده 12 عام. هذا اللاعب ديال اوترخت دابا كيلعب في اوترخت تحت 16. اللاعب او لا لا، مرحبا مرحبا اي بابا محمد اسبانيا يكون شويه. الله يصلح. ازمي احمد، ياك ازمي احمد كان كيلعب في المنتخب ديال اقل من 20 سنه، فين كيلعب في هولندا؟ هو كان يلعب في اوترخت وهيلمو سبورت. الا قلنا بغي نهضروا على الاكسبيريونس ديال انتيكا مثلا، واحد التجربه ديال المدرسه ديالك. الحمد لله فاش بدينا بزيرو. مزيان. بدينا بزيرو، الدراري ما كيعرفوا حتى شي حاجه، وانا في الاول جبت الدبلومات ديالي، جبت 4 ديال الدبلومات، جبتهم كان في باي ديال هولندا، جبت عندي يو اف سي، يو اف باي، ويو اف باي برو جديد عاوتاني، عندي الحق نتريني كاع الفريق ديال البروفيشنال في العالم حتى الاولمبيك. وعندي واحد الدبلومه ديال اللعاب عاوتاني. الدراري كيترينيو بالفلوس ولا كراتويت عندك؟ العام ونص الاول ترينو الدراري تقريبا باطل. أيه. واحد الثمن مناسب، وفاش تطورنا والدراري بغا يلعبوا عندنا، معنا ماكسيموم ديال 64 حارس مرمى، دوك الدراري كيترينيو 3 سنين 4 سنين ما بغاوش يمشيو عندنا، ودوك عندنا لا ليست ديال الدراري ديال 40 واحد اللي باش كيستنى باش يدخلوا الاكاديمي. داكوغ. ملي كيتباعوا ملي كيمشيو الدراري للفراق سي فريد، المدرسه ديالك كتستافد شويه؟ لا. وكيفاش؟ انت كتخدم بطل؟ لا، انا بريفي، دوك هما كيلعبوا في الفراقي ديالهم وكيجيو يترينوني عندي اكسترا. لا، الفراقي الدراري اللي كتكونهم انت واللي بعد كتعطيهم للفراقي. ليش؟ ولكن انا ماشي مانجر باش نكتب مع ماشي كونتراك ولا شي. المدرسه انت راك كتخسر الوقت وكتخسر الفلوس نيشان، وكتدير المجهود نيشان، المصرف ديال المدرسه الوالدين ديال لي بارون هما كيخلصوا الساعه ديالهم اللي كيترينيو عندي وصافي. انا ماشي مانجر باش ندير معاهم كونتراك باش يخلصوني، وحتى هذاك ماشي الهدف ديالي، انا كنحب الحارس مرمى، كنبغي ندربهم من القلب ديالي، كنبغي نطلعهم.
وما عنديش هذيك الفكره خاصني نربح بهم الفلوس ولا ندير كونتراك. كنشوف فيك بلي انت كتحب هذه الخدمه وكتحب كذلك الحراس لحراسه المرمى. كيبان لي هذا الشيء اللي خصنا في بلادنا بعدا كنهضر على بلادي. كتشوف السي فريد بلي نهار كلوا الفلوس بزاف لهذا المجال ديال الكره نقصت شويه الامور الابداع المواهب. كاينه متفق معك في هذا الشيء، وهذا الشيء اللي ماشي غير في المغرب راه حتى في هولندا سيرتو في حارس مرمى راه كاين بحال كينساو حارس مرمى. وهو الحارس ديما كيتحمل المسؤوليه ديما، واخا 10 د اللعابه في التيران يديروا خطا ماشي مشكل، الخطا ديال الحارس مرمى ما عمره ما كيتنسى. بحال دوك نقولوا حنا سبيتش رونالدو ولا ميسي الا سجل مره وضيع 10 معليش راه سجل وربحنا. نقولوا حنا بونو لا ضيع ما شدش الكره وخسرنا بواحد زيرو بلا فوز ديال بونو كيقول لك راه بونو اللي خسرنا. انت سي فريد مدرب وكنتي حارس مرمى، شنو السبب زعما انه مظلوم الحارس في التشكيله ديال الفرقه ولا ديال المنتخب ولا؟ الحارس سبحان الله دائما مظلوم في الفرقه، ولكن هاد السنين التاليين راه بدرجه درجه كتحسن هذا الشيء. ولا بحال بونو من كاس العالم في قطر من تما والدراري بزاف بغاو يوليو حارس مرمى. في الاول حتى الوالدين اللي كانوا يبغيو يوليو هما اللعابه وما صدقتش الحلم ديالو ولا بغى يولي الحلم ديالو في ولده، ما كيقول له ولده بغيت تمشي للحارس كيقولوا لا. وفي هذه الساعه من بونو شهر دابا بانوا لي ستار دابا العز. دابا في هولندا هضرنا شويه على هولندا عاد نجيو للمغرب باختصار في هذا البرنامج الصيفي. كيفاش الحراس ديال المرمى كانوا فاندير سار وكان يعني لي ستار اللي معروفين، دابا واش كاين شي لي ستار في الان من ناري انايا؟ لا هذيك فان ستار هو التالي اللي كان حارس كبير عالمي ديال هولندا. من فان ستار ما خرجنا حتى شي واحد. السبب هو دوك الحارس مرمى ما بقاش غير حارس مرمى، خاص يكون لعاب خاص. وفي هولندا ولينا حارس مرمى ما بقاتش نمره واحد، خاص يريد الكواري خاصو يلعب خاصو يكون لعب في يشارك مع الفرقه يعني. ونسينا بزاف سبيشاليست ديالنا في الحارس مرمى تخصص انه الكارديان يكون هو يشد الكواري ويتا ما بقيناش لنا حتى سكاوتين. درك كندير انا سكاوت في بيس في اند هوفر، ما خاصنا نشوفوا حارس مرمى يكون طويل يعرف يلعب الكره وما يخافش. ما بقيناش نشوفوا بزاف الحارس مرمى خاصو يشد الكره خاصو يلعب الكره عاش الكل حارس مرمى في هذا الوقت. دابا السي فريد واخا قلنا هولندا يعني كانوا حراس قبل، دابا تراجع شويه المستوى. السي فريد انت كتتبع الكره القدم العالميه، شنو المدرسه اللي زعما نقولوا نموذجيه في العالم ديال حراس ديال المرمى؟ عندنا في الالمان والانجليز تما ما كيفكروش حارس مرمى خاص يلعب الكره بزاف، كيقول لك حارس مرمى المهم ديالو خاص يريد الكواري ما يدخلوش. عندك بحال نوير، عندك ترستايخ، عندك افضل حارس عندك انت في العالم؟ انا كمغربي كيعجبني بونو. وهذه العاطفه هذه كامل اللي كنشجعوا بونو مزيانه، ولكن حتى هو غارديان كبير على المستوى العالمي من غير مغربي. دابا نوير اها عندي اوبلاك، عندك اوبلاك عاوتاني حارس في الشكل وهو ماشي كواري ولكن كيحرس مزيان. وعندي ادرسون، ادرسون عاوتاني كواري وكيعرف يلعب الكره. السي فريد الا سمحتي دابا انتم درتوا الجوله، جيتوا من فالنسيا من فالنسيا في فالنسيا. اسبانيا دابا في الناظور غتمشيو لطنجه، كنتمنى لكم التوفيق وكنتمنى لكم عطله زوينه ان شاء الله. كذلك بارك الله فيك خويا. باغي نقول لك دابا تعطينا شي نصيحه، سيرتو هنا حنا في الناظور ما عندناش ملاعب، ما عندناش ملعب كبير يعني بحال الامكانيات اللي عندكم في هولندا، ما عندناش امكانيات كبيره كذلك لا لوجيستيكيه ولا كذلك حتى بالنسبه للاطر قلالين. شنو النصيحه اللي تقدر تعطي في التجربه ديالك سي فريد؟ انا النصيحه اللي بغيت نعطيها لهنا المغرب خاص بحال دوك الفراقي الكبار هنايا في الناظور ولا في وجده ولا في بركان خاصهم كل ثلاث شهور يحلوا البيبان الدراري هنا في الناظور باش يديروا واحد 16 يدربوهم ويشوفوا لي طالنت اللي كاينين مره في ثلاث شهور ولا اربع شهور ماشي بزاف باش تعطي الفرصه الدراري في ديال الناظور باش يبينوا راسهم. والدراري اللي بينوا راسهم خاص تعطي لهم عاوتاني واحد الفرصه باش يترينيو مع ديك الفراقي. وبحال التيران زينين هنا في الناظور، انا عجبني الحال اللي فيك المعارض ولكن يتزادوا عادي يتزادوا ان شاء الله ويكونوا باطل. بحال دركا هنا خاصك تكري للساعه ماشي اي واحد يقدر يلعب الكره. هذا ميساج للجهات المسؤوله، خاصكم ديروا ملاعب القرب باطل باش يجيو المواهب باش نخرجوا حراس المرمى ولعابه ديال الكره. ديروا الملاعب القرب باطل، الله يخليكم الله يخليكم. هذاك هو الحلم ديالي يكونوا بحال شي يكثروا غير حتى في الحومات ماشي غير مع الكورنيش ولا شي حاجه. الدراري فين كيتعلموا الكره ماشي غير في اكاديمي. الدراري كيلعبوا يتعلموا في الزنقه، في الزنقه في الاحياء الهامشيه ولكن ماشي في الكودرون بحال لمويان بعدا يعني فهمتوا. داك المنتخب الاول، المنتخب الاولمبي، المنتخبات الاخرين يعني الصغارين اللي عندك انت معاهم الارتباط. كيفاش كتشوف دابا الكره المغربيه؟ المنتخب والكره المغرب
تكورت بزاف دوك من القجع راه دار المجهود ديالو والدراري الاكاديمي كان واقيلا واحد في الرباط وكازا وكاين ديالك من اللعب ديال البركان في السعيديه اخاش يكثروا بهذا الشيء باش اللعابه يعطيهم فرصه ديال الدراري ديال الحومات ولا ديال الناظور وجا بركان باش يكونوا عندهم واحد الفرصه باش هما سيفاني واحد الملاحظه مهمه واحد الوقيته يعني كنهضر لك من بدو الزكي بعدا مستوى من الثمانينات يعني كاس العالم ديال 86 مكسيكو وجي لهنا وفي الفراقي ديالنا الجيش الملكي الرجاء الوداد يعني بزاف ديال الفراقي كانت عندنا دائما الحراس ديال المغرب هما المتميزين كنكونوا عندنا 4 5 6 ديال الحراس ديما في ليكيب ناسيونال ديال البطوله ديال البطوله اليوم ما عندناش غارديان مغربي في البطوله حتى فرقه ما خرجتنا واحد غارديان لا شنو السبب سي فريد ما قدرتش نقول لك السبب نيشان علاش ما كنتبعش انا بزاف الحارس مرمى الاكاديمي هنا في المغرب ولكن حتى الحارس مرمى في اوروبا ولا في خارج اوروبا راه ولا بروفيشنال بزاف دوك بحال دوك يبونو راه ولد المغرب طبعا هو خارج مدرسه الوداد ولكن مشى تكون عاوتاني في اوروبا كما قلت بحال الماتريال بحال بروفيشنال المدربين خاصنا ما ننساوش الحارس مرمى ما خاصش نكونسطراو غير في اللعابه خاصنا نعطيو الوقت للحارس مرمى حيت حنا واحد الوقيته راه كان عندنا يعني بدو الزكي ديال البطوله كان عندنا المرحوم ديال عبد القادر البرازي ديال البركان الله يرحمه ويوسع عليه خالي العزمي وزيد يعني مجموعه ديال الحراس مزيان دابا شنو هو يعني الرساله للمدربين في بلادنا سي فريد سواء في الحراس ولا في اللعابه ديال لي بوست اخرين لي بوست اخرين في التشكيله اللي بغيت نقول لك انا اخويا بحال انايا براسي ساكن في هولندا وكنبغي هذوك انا جيت مع الدراري ديال هولندا اللي كيفوتوا فاكونس ديالهم هنا في المغرب كندربهم ولكن انا ان شاء الله في المشتى ولا في الصيف الجاي بغيت نجي ندير هذا الشيء في سبيل الله نجي نعاون الدراري ديال الناظور بطنجة بغيت ندير واحد جوج سيمانات ولا ثلاث سيمانات نعطي لهم انا كلينيكس وحتى الحارس مرمى اللي كي ولا واحد اللي بغى يولي حارس مرمى بغيت نعطي له الفرصه في الناظور في الناظور انا في هذا البرنامج سي فريد كنقول لك ناظور سيتي كترحب بهذه الفكره ونشوفوا كذلك مع الجمعيات الاخرين ومع الجهات المختصه في الناظور لان هذه المبادره زوينه بزاف للدراري الصغار كنقولها لك دابا ان شاء الله ونديروها عما قريب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي عندهم داك الاكسبيرونس ديال هولندا وديال شتك دابا كتخدم شويه بالعلم انت سي فريد نيشان التليفون عندك داك سميتو الايباد فيها النماري وشنو كدير بداك الشيء كاع واش الفيزيك ولا انا عندي كل شيء انا اللي عندي في الراس ديالي كنبغي نشري فيزيك ولا فيزيك عندنا حتى البرين العقل الدماغ نعم. كنتريني دريتها في لي كولور ديال لي بيون علاش داك لي كولور هذاك باش يعقل على لي كولور وكل لي كورا تخدم له العقل وتخدم له القوه البدنيه والموهبه ديالو نيشان وكل شيء في كونديتي في شحال كاين دقز في شحال من السيكوند عنده وفي كيجري وما كلشي مشي حتى لي فيديو ديالو في البدايه والنهايه عندي باش كنشوف الفرق ديال الاول كيبدا اوكي غادي غادي سي بون بلا داتا ما كاين والو خاصك يكون عندك لي داتا دابا كتام دابا التكنولوجيا دابا الكره ولات علم سي فريد ما بقاش داك الشيء نقز كيف بغيتي لا لا وهنا كنقولوا كنتمنوا باش مابقاش نقزوا غير هكاك في الخاوي لكن العلم ديال باش ما نضربوش في الخاوي لا لا نضربوا في العامر دابا سي فريد نسولك زعما وتجاوبني بصراحه دابا عندك ناسيوناليتي ديال هولندا دابا سيدي حنا احتاجينك في المغرب تجي عندنا ليكيب ناسيونال ولا هادي وبغينا الخبره ديالك والتجربه ديالك وتعاوننا حنايا في بلادنا تعاون كره ديال المغرب واش ترجع لعندنا ولا هذاك هو الحلم ديالنا كاع ما نولي ديالي نوقف مع المنتخب وهذا ميساج السيف وزير القجاع ولا المسؤولين ديال الكره ولا هاسي فريد يعني راه الحلم ديالي نخدم مع المنتخب انا خدمت عامين في فانور مدرب وسكاوت وخدمت ودوك راني خدام في بيس في انتوف عامين كي سكاوت ديال الدراري الحارس مرمى الكبار برافو عليك وبغاوني في فراقي بحال فانورت وبيس في اوتريخ نخدم معاهم ولكن انا ما بغيتيش ما بغيتش انا شفت داكشي انا بغيت توكين الحلم ديالي عندي المدرسه ديالي بغيت نعلم الدراري ديالي غير مدرسه تكون مستقل والمنتخب شي حاجه اخرى ما بغيتهاش منتخب وان شاء الله غادي تكون هذا الحوار فعلا خير ايوا تبارك الله عليك والله العظيم صدق احنا بغينا هذا زعما الصراحه هاد الناس اللي عندهم هاد الغيره على البلاد فرحت بزاف تلاقيناك سي فريد الحمد لله متشرفين والله يعطيكم شكرا على الاستقبال ديالكم هنايا الله مرحبا ناظور سيتي ديما كترحب بالجميع وكنذكر بان هذا البرنامج ان شاء الله غيستضيف واحد المجموعه ديال الضيوف في المجال الرياضي الفني الثقافي الاقتصادي الاجتماعي كله وسيرتو هذا مغاربه العالم باش نهضروا شويه نعرفوا شنو كاين ويقولوا لنا ونسولوهم شنو الحلم ديالك دابا سي فريد من غير المنتخب قلتي انت انا كنحلم يكونوا هنا في المغرب في الناظور وجده المهم كاع المدن هنا في المغرب الدراري عندهم
لتران بحال هادو باطل ما يدخلوا يلعبوا ويكثروا هادشي في الحومات ويعاونوا الدراري يديروا الجمعيات باش كاين الله يحسن عوان بزاف ديال الناس هنا في المغرب ما عندهمش الدخله بزاف باش يقدروا يدخلوا ولادهم في بريفي ديال الكره ولا داكشي راه شي غالي بزاف. دابا انا زعما بحرقه كنهضر على الوضع انت كتبع شويه الكره ديال الجهه الشرقيه احنا ما عندناش ملعب كنتمنى يا ربي يا ربي امين ان شاء الله ديالي يوصل باش يديروا لنا شي مركب رياضي في هذا الاقليم امين ان شاء الله ديال الناظور اللي عنده تاريخ كعرف الوضع ديال الهلال الناظور وضع ديال فتح الناظور يعني مشاكل ديال الفلوس مشاكل ديال الامكانيات الهلال فين كانت وفين رجعات الفتح راه مازال كتسوفري حتى هي يعني في الفلوس ما كاينش انت غتبكي لي شويه على وجده هضر لي على المولوديه انا كنبكي على الفتح والهلال والحسنيه طبعا وفرق ديال الناظور باش ما ننساش ود الاقليم كله اخلي سي فريد يبكي شويه على المولوديه ماشي كي وجده كي ناظر بحال بحال كلشي راه طاحوا حتى وجده طاحت ما عندهاش الفلوس و كما قالوا لك الكره ولات فلوس الا ما كاينش فلوس باش تشري اللعابه واللعابه ما بقاش عندهم هذاك الحب ديال الفرقه يعاونوها دابا وقفات الرقاده في المدرجات الملعب الشرفي السي فريد دابا غير الدموع والبكاء على المولوديه اللي كنتمنى ان شاء الله ان شاء الله فريق عريق يبتل كادر الجهه الشرقيه يرجع عما قريب ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يتالق بحال نهضه البركان كنتمنوا الفراقي ديال الجهه الشرقيه والفراقي ديال بلادنا كلهم التوفيق ان شاء الله الله يرضي عليك السي فريد شكرا في الاخر غنخليو شويه الكره دابا فين كيدوز فريد العطله ديالو شنو كيقول على البلاد الصيف هضر لي شويه على الصيف دابا البرنامج راه سميتو ضيوف الصيف ضيوف الصيف ينجيو ونبذو هضر شويه الريفيه ولا لا ما كنهضرش الريفيه انا مجوج بالريفيه من الناظور هاكا ما علمتكش الريفيه ما علمتنيش الريفيه غادي نتفاهموا معاها نتفاهموا معاها شويه نيشان ما كديرش الخدمه ديالها باش توصل الثقافه واللغه ديالها نيشان تبارك الله لا الحمد لله كندوز في وجده السعيديه الناظور تافوغالت مزيان وكان عاوتاني كنكمل واحد الايامات في الشمال في طنجه تطوان ومره مراكش كنت ادير ولاد الدراري الصغار عندي واحد الولد 7 سنين واربع سنين تما بغينا نعشقهم عاوتاني في البلاد تبارك الله يشوفوا بلادهم الله يرضي عليك ويموت على المغرب عزيز عليك سي فريد بزاف تبارك الله عليك ما عندي ما يتسالك هادو هما المغاربه ديما كيكبروا بلادهم وديما يعني كيتمناوا الخير لبلادهم وكيساهموا ايضا في التنميه ديال بلادهم غنخليك سي فريد في الاخر واحد الميساج يعني حر في هذا البرنامج هذا الصيفي مع يعني من خلال ناظور سيتي شي يعني تبلغ سلام ولا شي تهنئه ولا شي تحيه لا فامي لي زامي كلشي بغيت نشكركم نتوما لي كاميرا مارو مرحبا هذا واجب نشكركم واحد الشكر كبير واللي بغيت نقول كاع لصحاب اوروبا اللي عندكم الجهود ديالكم تعاونوا بلادكم عاونوا بلادكم راه بلادكم تبقى بلادكم وما كانش احسن من المغرب هادشي اللي بغيت نقول لكم راه المغرب يبقى مغرب وراه في المغرب راه في المجهود كيدير المجهود ديالو باش حتى هو يتكون ومغرب ماشي اوروبا يكون احسن من اوروبا ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظك سي فريد شكرا جزيلا بارك الله فيك بارك الله على هذه الجلسه وعلى هذا الصدق وعلى المعقول ديالك والجديه ديالك في الخدمه كنتمنوا لك التوفيق امين شكرا النجاح التالق ديما ان شاء الله امين غير زيد لنا الحراسه ودي ان شاء الله يا رب ندير مجهود ديالي محتاجين شحال ما طلعتي لنا الحراس شحال ما الخير شحال ما كان الخير بزاف ان شاء الله يا رب ان شاء الله تكون الكره القدم المغربيه بخير وعلى خير يا ربي ان شاء الله بارك الله فيك نتلاقاوك ان شاء الله في فرصه مقبله الى هنا حضره السيد الساده الزوار موقع ناظور سيتي اشكركم على حسن المتابعه الى ان نلقاكم في لقاء مقبل وضيف اخر شكرا لكم